السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع الجزائر، حيث أنه فيه تجربة مبتكرة رائعة جدا في طريقة جمع النفايات على مستوى المدن تاع الجزائر، وإن شاء الله يعني الفكرة الرائعة اللي فيها عدة فوائد سوف نسردها في هذا الفيديو الرائع عن هذه التجربة الجميلة جدا، واللي لازم نثمنها ونعممها على المدن الكبرى في الجزائر. بدون إطالة نخليكم تتابعوا هذه الطريقة الرائعة في جمع النفايات التي تم تجربها في الجزائر العاصمة. أترككم تتابعون والسلام عليكم. هنا في وسط مدينة شراكة، تحديدا بشارع عيسات إدير، مؤسسة إكسترانات تستحدث تقنية جديدة لتجميع النفايات لتفادي رميها على الأرصفة بالشوارع، وأيضا القضاء على النقاط السوداء وتجمع الحيوانات الضالة من خلال وضع حاويات تحت الأرض تعمل بمصاعد. هدفها الحفاظ على نظافة المحيط وواجهة المكان وجماليته. تأمل الجهات المعنية من الجميع التعاون لإنجاح النظام وتطبيقه من خلال تجميع النفايات في أكياس بحجم مناسب. تقوم هذه التقنية الجديدة بحث المواطنين على رمي نفاياتهم داخل هذه الحاويات، لتقوم بعد ذلك شركة إكسترانات بشحنها يوميا. يهدف مشروع حاويات القمامة تحت الأرض إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها المحافظة على المظهر الجمالي للمنطقة بإزالة الحاويات المكشوفة، حيث أن النظام يمتاز بشكل أنيق، وأيضا القضاء على الروائح الكريهة المنبعثة من الحاويات المكشوفة ومنع انتشار الحشرات والقوارض التي تتجمع على الحاويات المكشوفة، وبالتالي التقليل من أضرارها على البيئة والمجتمع.